تاني يا خليل؟ تاني؟ انت ما بتحرمش؟ طب عليا النعمة من نعمة ربي ما سيبك المرة دي غير في الكراكوب. وهو ما فيش في الدنيا كلها غير خليل، ما الناس كلها بتقلد بعضها. انت ما بتحرمش. هو انت كل شوية تعمل فيها الفنان؟ يا جماعة صلوا على النبي في هيك. نزل يدك في العلية، اللي فندي ده أنا عارفه كويس. أفندي مين يا موسى؟ ده نصاب مش أفندي. ده كل يوم أديله 2 كيلو موز على أساس إنه الفنان وتلاقي مش الفنان. أعمل إيه يا جماعة؟ انا باكل عيش. انت مش قلت لو عايز تحاسب حاسب؟ المره الجايه بحاسب. حاسبش رجع البوز ليه؟ هحاسب المره الجايه والله. طب ما تحاسبوش ليه؟ تخبص ببلاش يا ندامه. هو انت تاني يا دي الراجل يا اخويا؟ روح شوف لك شغلانه كده بالحلال كويسه بدل ما انت عمال بتسوق كل شويه في سمعه الراجل كده. اهو هو انت تعرفيني يا سيد؟ طبعا اعرفك، جيت المحل وخدت حاجات سفلقه وانا عديتها لك. انا؟ ايوه انت. امال امي الراجل ده عمل معاك كده؟ ده نصاب. ايش جاب لي جاب؟ انما التاني فنان وفنه بديع بيمثل في السينما. كلهم عمالين يقولوا فنان. ايه الفنان ده بيبيع؟ ايه الفنان ده يعني؟ ايه؟ تعالى يا موسى انا هفهمك. ايه الفنان ده يا معلم؟ سيبوني يا جماعه، مش هسيبك غير في الكراكون. يا جماعه سيبوني بقى يا جماعه. عايز انت تاني يا خليل. انجر معايا على الكراكون. ما عملتش حاجه. انجر معايا على الكراكون. ما عملتش حاجه. انجر معايا. ما عملتش حاجه. الفنان ده يا موسى مش اخصاتي، يعني بيمثل في السينما. مسحراتي في السيما. ايه السيما دي؟ مسحراتي؟ لا قلت مسحراتي. امال ايه السيما دي؟ السيما دي احلى حاجه في الدنيا، كل حاجه فيها بتتحرك كده اهو. كل حاجه بتتحرك في السيما؟ ايوه، يعني مثلا لو انت زعلان ودخلت السيما تفرح وتنبسط وتتزقطط وتبقى طاير في السما، وتتفرج بقى على صور ومزيكا ورقص، كل حاجه كل حاجه، وتتفسح وانت قاعد في مكانك زي البشوات بالظبط. السيما دي بديعه. عمري ما سمعت الحاجات دي. ده فين السيما دي؟ اقول لك، في سيما قريبه من هنا، هو سيما اولمبيا. عايز تروح؟ ايوه اديني سيما اولمبيا. تعالى ده انت هتنبسط قوي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.